إصفهان، the museum city of Iranian history. السيدات والسادة رؤساء الوفود، من الناحية المادية التجارية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم المؤتمر الدولي للابتكار والمعرفة لتحويل المدن، اللي كان تحت عنوان الابتكار الرقمي لمكافحة كوفيد 19 لتحويل المدن. طرحنا يعني وضحنا البارتيسيباسيون تاع الدولة الجزائرية في هذا الميدان، كانت المداخلة تاعي في هذا الشان، وين وضحنا كل المجهودات اللي قامت بها الدولة الجزائرية في هذا الشان، وخاصة في قطاع السكن، وين كان يعني كان دور مهم جدا، وين مشينا في عدة مشاريع في هذا الشأن، منها ترقي الرقمنة اللي قام بها القطاع في عدة ميادين، رقمنة التعامل مع المكتتبين، رقمنة دفع المستحقات اللي خلات المكتتبين يعني عند لي مات دوفراج ما يتنقلوش، ويعني ثاني السكنات الكم الهائل من السكنات اللي قمنا بتوزيعه في سنة 2020 اللي خلى يعني العائلات في أريحية فيما يخص التباعد. وضحنا ثاني المؤسسات اللي ساهمت في هذا الإنجاز، تدخل الوزارات الجديدة اللي تم يعني استحداثها، وزارة الرقمنة، وزارة المؤسسات الناشئة، وزارة الستارت اب اللي كانت عندها فعل كبير في هذا الشأن، ويعني كان المؤتمر الدولي بحضور تقريبا جميع وزراء السكن العالميين، اللي يعني تقسمنا التجارب، وكانت فائدة كبيرة في هذا المؤتمر. يعني سيد الزاف، اليوم عرضت لنا تجربة الجزائر، إن أردنا قبل تجربة رائدة في مجال الإسكان. تفضل سيدي. نعم، إحنا نشوف الآن إنه الحمد لله يعني حتى الإحصائيات اليومية في ما يخص الإصابات أرقام يعني تبشر بالخير، إنه القرارات اللي كانت اتخذت من غلق الحدود وغلق يعني وفر في زورير بيان ديفيني دو سورتي كانت جابت نتيجة، ونعتبر الآن يعني الحمد لله يعني نعتبر من الدول الرائدين في هذا الشأن، وإن شاء الله يرفع لنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء لنعود للحياة اليومية اللي ما فينا نعيشها. هذا الوباء خلانا نمشي يعني نفكر في طرق أخرى للعمل، منها لا تيلي سيرفيونس، من لا تيلي كونفيرونس، منها خلي المكتتبين إنه يروحوا بير لو بايمنت، يعني باش ما يتنقلوش للوكالة البنكية. التعامل مع المكتتبين الآن أصبح مرقمن، يعني في طونتوت لي فورمول مشينا بسرعة باش نوزع أكثر سكنات، باش نخلي المواطنين في أريحية أكثر. يعني وصلنا كما كنت وضحت إنه وصلنا دونزان طول دو كاب بالكاد، هذا يعني خلتنا نمشي في أمور جيدة اللي ساعدتنا أكثر في العالم.